بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. The next participant is Fatima Usman Bello from Regular Hosting. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً.